العالم ينتظر انعقاد قمة مجموعة العشرين يومي السبت والأحد، واشتعال سباق لقاحات كورونا بين شركات الأدوية، والسماح لطائرة بوينغ 737 ماكس بالطيران مجدداً. أهلاً بكم في الأسواق العربية. ينتظر العالم انعقاد القمة الافتراضية لمجموعة العشرين في الرياض على مستوى الرؤساء يومي السبت والأحد، وجاءت رئاسة السعودية لمجموعة العشرين هذا العام وسط تحديات استثنائية لم يشهدها العالم من قبل في ظل تفشي جائحة كورونا. الأهداف والمرتكزات الاستراتيجية التي وضعتها المملكة برهنت على قدراتها القيادية على مستوى العالم، فبحكم رئاستها هدفت السعودية إلى تسريع التحول نحو النمو المستدام والشامل للاقتصاد العالمي، وتعزيز دور المملكة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي وإبراز إسهامات مجتمع الأعمال السعودي. أكد الرئيس التنفيذي لشركة بايونتك أن الشركة قد تحصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على الاستخدام الطارئ للقاحها لفيروس كورونا في نهاية نصف الأول من ديسمبر أو أوائل النصف الثاني. وتوقع الرئيس التنفيذي أيضاً أنه لن يكون هناك منافسة قبل منتصف عام 2021. ومن جهة أخرى، أكدت جامعة أوكسفورد قدرة اللقاح الذي تطوره بالتعاون مع شركة أسترازينيكا تحمله بشكل أفضل عند كبار السن واستجابة مناعية مماثلة عند الشباب. هذا ومن المتوقع أن تصدر نتائج مهمة على المرحلة الأخيرة لتجارب هذا اللقاح خلال الأسابيع المقبلة. إلى بريطانيا، حيث توقعت شركة KPMG أن يؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون أي اتفاق تجاري إلى خفض وتيرة تعافي اقتصاد البلاد من جائحة كورونا بأكثر من النصف. وتوقعت المجموعة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4% في عام 2021 في غياب اتفاق. كما توقعت KPMG أن يتراجع الاقتصاد البريطاني بنسبة 11.2% خلال العام الحالي بسبب قيود احتواء كورونا. تستعد شركات الطيران الأمريكية لتجهيز طائرة بوينغ 737 ماكس للرحلات التجارية بعد أن رفعت الجهات التنظيمية فترة حظر السفر عليها التي استمرت 20 شهراً. وستكون شركة American Airlines أول شركة طيران تعيد طائرة ماكس للتشغيل منذ بدء حظر الطيران عليها في مارس من عام 2019. وأكدت الشركة أنها تخطط لبدء تشغيل الطائرة في 29 من ديسمبر للرحلة بين ميامي ونيويورك، ولكن الركاب سيكون لديهم الخيار بالسفر على طائرات أخرى إذا أرادوا.